الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد. فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال: أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وروى هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا اعتكف يدني لي راسه فأرجله يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. قال: فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقبل وهو صائم. فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. قال: وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. قال: فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم. فإذا كانت العلة عندما وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إن كان الإرسال فيه لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم. وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها
مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل. وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسمي من الأئمة في ذلك. هذا جزء من ما كتبه رحمه الله تعالى في مسألة العنعنة، وغرضه من ذكر هذه الأمثلة والتعليق عليها أن الرواة قد يتعاصرون ويلتقون، يلقى التلميذ الشيخ ويسمع منه، وربما سمع الخبر نفسه بواسطة عنه فيروي الخبر بواسطة عنه ويرويه تارة عنه مباشرة، فالمحدثون يسمعون الخبر منه بالطريقين وبالروايتين ولا يعترضون بإحداهما على الأخرى ولا يعلون الرواية العالية بالرواية النازلة، بل يقبلون الروايتين، وربما أيضا تطلعوا إلى الرواية العالية أكثر من تطلعهم إلى الرواية النازلة، لأن العلو هدف في الرواية. فالإمام مسلم رحمه الله أورد هذه الأحاديث ليبين فيها أن علماء الحديث الذين عرفوا بالجرح والتعديل وبقبول الروايات وردها لم يعلوا هذه الروايات، بل قبلوها ورووها مع علمهم بأنها رويت نازلة بواسطة، وإنما قبلوها لأن الراويين يعني التلميذ والشيخ قد تعاصرا. هذا ما أراد الإمام مسلم رحمه الله أن يستدل به، لكن ثمة يعني ملاحظة وإيراد. الأمثلة التي ضربها الإمام مسلم في أن علماء الحديث قبلوها ولم يردوها ولم يعلوها بالروايات النازلة، لو نظرنا في الروايات العالية كرواية عروة عن عائشة ثم رواية عروة عن أو رواية هشام عن عروة عن عائشة ثم رواية هشام عن عثمان ابن عروة عن عروة عن عائشة، نقول إن هذا لا يرد وليس هو محل النزاع، لأن هشاما لقي عروة، فما دام ثبت أصل اللقاء فالمحدثون لا
يلتفتون إلى التفاصيل أو إلى التفصيلات ويتتبعون كل خبر ويقولون لا بد أن يثبت فيه اللقاء، وإنما يكتفون بثبوت اللقاء ولو مرة. فإذا روى راوي عن شيخ لقيه وإن كان اللقاء مرة وروى عنه حديثا صرح فيه بالسماع ثم روى عنه سائر الروايات بالعنعنة، فما دام هذا الراوي قد سلم من التدليس لذلك هم لا ينقرون عن السماع ولا يتتبعون صيغ التحمل ليثبتوا السماع، وإنما يحملون العنعنة على السماع الأول. فما ضربه الإمام مسلم رحمه الله من أمثلة هي يعني محل استدلال له، لكن لا تصلح أن تكون دليلا على ما يريد رحمه الله أن يرد به قول من قال لا بد من ثبوت اللقاء، لأن هؤلاء الرواة كل قد لقي شيخه الأعلى، وما دام قد ثبت لقاء شيخ الأعلى فلا يضر أن يروي الحديث عاليا أو يرويه نازلا. نعم، ما استدل به الإمام مسلم رحمه الله من أن المحدثين إذا روى الراوي منهم بصيغة العنعنة يتثبتون في من يتثبتون في من عرف بالتدليس، فإذا كان الراوي قد اشتهر بالتدليس وروى بصيغة العنعنة لم يقبلوا منه حتى يصرح بالسماع. أما إذا لم يكن الراوي معروفا بالتدليس وكان قد لقي شيخه فيحملون عنعنته على السماع، وهذا ليس محل النزاع، وإنما محل النزاع في من عاصر ولم يثبت لقاء. وعليه فإن ما ساقه الإمام مسلم من أدلة يعني لا تصلح أن تكون في محل النزاع. فمثلا ما ذكره رحمه الله في قوله في الرواية الأولى قال فمن ذلك، يعني أن بعض المحدثين تارة ينشطون وتارة يعني، ولهذا يقول هنا وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه أيضا عن أبيه فهو أيضا ممكن في روايته عن عائشة، وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا، وهذا كما هو جائز كذلك يجوز في مثل هذه الحال أن تكون هذه الروايات من باب المزيد في متصل الأسانيد، بمعنى أن الراوي الأدنى قد سمع الحديث من الراوي الأعلى وسمعه أيضا بواسطة، فتارة يرويه عن شيخه الأعلى ويحذف الواسطة، وتارة يرويه عن شيخه الأدنى الذي هو الواسطة عن شيخه الأعلى. فعلماء الحديث صنفوا هذه الأحاديث التي يكون هذا حالها ويكون التلميذ قد سمعها من شيخ الأدنى والشيخ الأعلى، فإن ذكرها بذكر الشيخ الأدنى يقولون إن هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، لأنه في هذه الحال نزل في الرواية، فإن اقتصر في روايته على الشيخ الأعلى
قالوا هذا جاء على الجادة وروايته هنا رواية عالية. ولهذا قال: وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه، يعني عن الشيخ الأعلى، بعض أحاديثه ثم يرسله عنه، يعني يرويه عن الشيخ الأعلى أحيانا، ولا يسمي من سمع منه وينشط أحيانا. لكن هنا ينبغي أن نشير إلى جزئية دقيقة، وهي لو أن هذا التلميذ لم يسمع بعض هذه الأحاديث من شيخه الأعلى وسمعها من شيخه الأدنى عنه ثم أرسلها عن الشيخ الأعلى، هذا الصنيع يسمى عند علماء الحديث بالتدليس، يسمى بالتدليس. لكن إذا سمع الحديث من طرفيه ورواه عن الأعلى فإن هذه الرواية صحيحة ولا تسمى تدليسا. ولذلك علماء الحديث ميزوا بين من عرف بالتدليس ومن لم يعرف به، فمن عرف بالتدليس لم يقبلوا روايته عن الأعلى إلا إذا صرح بالسماع، وأما من لم يعرف بالتدليس فيقبلون منه الرواية عن الأعلى وإن جاءت بالعنعنة، لأنهم يعتبرون هذا الراوي المتوسط أو الراوي الوسيط أو الراوي الأدنى، يعني الشيخ الأدنى، من باب المزيد في متصل الأسانيد. قال: ويترك الإرسال، نعم، ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم. قال: وسنذكر من رواياتهم عن الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. ثم بدأ يضرب لنا الأمثال. قال: فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك، يعني عبد الله، ووكيعا، يعني ابن الجراح، وابن نمير اللي هو محمد بن أو عبد الله بن نمير، وجماعة يعني من أضرابهم وأقرانهم رووا، وهؤلاء كلهم أقران وكلهم في طبقة واحدة، وشيخهم هشام بن عروة، رووا عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله، يعني ولحرمه، بأطيب الطيب. ومعنى تطيبه لحله يعني إذا ما تحلل التحلل الأول. كانت رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فلما رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم طيبته، ومعنى طيبته يعني أرسلت له بالطيب فتطيب منه وتضمخ به. وهي أيضا تقول إنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الإحرام، لما اغتسل غسل الإحرام وقبل أن ينوي، وعندما لبس ثياب الإحرام وقبل أن يدخل في النسك طيبته، ووضعت الطيب في مفرق شعره صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت تقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في رأس النبي صلى الله أو في مفرق شعر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم.
وهذه المسألة استدل بها الفقهاء على أن المحرم إذا أراد الإحرام يسن له أن يتضمخ بالطيب وأن يمس الطيب، لكن يمس به جسده ويضعه في جسده، كأن يضع الطيب مثلا في مباطنه تحت إبطه وفي شعر رأسه وفي جبهته، ولا يضعه في ثياب الإحرام، لأنه لو وضعه في ثياب الإحرام ثم نزع الثياب ليس له أن يلبسها إلا إذا غسل الطيب، لكن إذا وضعه في جسمه يبقى الطيب في جسمه ولا يضره ولا يؤثر عليه. هذا عند الإحرام، وكذلك عند التحلل لحله، يعني عندما يتحلل، والمراد به التحلل الأول، وذلك عند رمي الجمار وحلق الشعر. إذا رمى الجمرة وحلق الشعر تحلل التحلل الأول، فله بهذا التحلل أن يتمسح وأن يمس الطيب، وله أن يغير الثياب. وفي هذه الحالة لو تطيب في ثوبه لا يضر، لأنه حل له كل شيء إلا النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيبته عائشة رضي الله تعالى عنها لحله، يعني عندما تحلل التحلل الأول أو التحلل الأصغر. فذكر الإمام النووي تعليقا على هذا وقال إن الطيب يحل في هذين الموضعين، وقال سيأتي التفصيل في كتاب الحج. لكن هذا الحديث إنما استدل به الإمام مسلم رحمه الله لمسألة، وهي أن هؤلاء الرواة الذين سماهم، وهم ابن نمير ووكيع وابن المبارك وأيوب السختياني، رأوا هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ورواه أقرانهم في رواية أخرى، لكنهم أدخلوا بين عروة بن الزبير بين هشام بن عروة وبين عروة بن الزبير أدخلوا عثمان بن عروة، فتكون الرواية التي جاء فيها عثمان بن عروة رواية نازلة. ومحل الاستدلال يقول الإمام مسلم رحمه الله إن المحدثين لم يعترضوا ولم يعلوا الرواية العالية بالرواية النازلة، ويقولون إن هذه الرواية مردودة لا تصلح لأن فيها راويا ساقطا. فلما قبلوها ولم يعلوها عرفنا أنهم قبلوا الروايتين معا، وقبولهم للروايتين معا دليل على أنهم يرون أنه يجوز للراوي إذا سمع الحديث عن شيخين عن شيخ ثم سمعوه عن آخر بواسطة إلى ذلك الشيخ أنهم يقبلوا الروايتين معا، وهذا لا يعتبر يعني من القدح للرواية. نعم، ما نسانا هذا الذي يحمل عليه نعم هذا الذي يفسر به المحدثون، قالوا إن هشام سمع الحديث مرتين، مرة عن أبيه مباشرة ومرة عن أخيه عن أبيه، فرواه مرة على هذه الحال ومرة على هذه الحال. ولا ينبغي لأحد أن يعني يعل الرواية النازلة الرواية العالية بالرواية النازلة. ولهذا قال هنا قالت رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. طبعا هنا قال إن لحرمه فيها لغتان، لغة بضم
الحاء ولغة بكسر الحاء حرمه وحرمه بأطيب ما أجد. قال فروى هذه الرواية بعينها يعني رواها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة وهؤلاء أيضا من تلاميذ هشام ومن أقران الرواة الأولين، لكنهم رووا هذه الرواية بزيادة، قالوا رووها عن هشام، قال هشام أخبرني عثمان بن عروة عن عروة، إذن فيها زيادة عثمان. فمن أخذ بالرواية الأولى اعتبر رواية عثمان فيها زيادة وعدها من باب المزيد في متصل الأسانيد، ومن رواها عن طريق عثمان كأنه يرى إن عثمان رضي الله عنه أرسل إن هشام أرسل هذه الرواية عن أبيه، لكن لما كان لهشام سماع من أبيه لم يعد في هذا مدلسا، بل اعتبر في هذا راويا للحديث مرة بالنزول ومرة بالعلو. قال فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة، وهؤلاء كلهم أيضا ثقات كما أن الرواة الأولين ثقات. عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهاتان روايتان رويتا مدارها على عروة، لكنها في رواية هشام أخذها عن عروة وفي رواية هشام أخذها عن عثمان عن عروة. قال وروى هشام يعني ابن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا اعتكف يعني في المسجد اعتكافه في شهر رمضان كان يعتكف قريبا من بيته عند بيته، قالت يدني إلي رأسه وهي في بيتها فترجله، ومعنى ترجله يعني تمشطه، تجري عليه المشط، تسرح له رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جمة وكانت له لمة، والجمة أن يمتد الشعر إلى الكتفين، واللمة